بقى نبدأ مع حضرتك كده ونتكلم عن التحول الرقمي في البداية وبشكل مبسط، نفهم الناس ايه هو التحول الرقمي. التحول الرقمي ببساطة شديدة هنقسمه لشقين، شق حكومي وشق للبرايفت سيكتور. الشق الحكومي ان انا ازاي اعمل الحكومة كلها تدار ادارة ذكية. يعني ازاي ادارة ذكية؟ نفس الحكومة من الداخل يبقى كل شغلها فيا سيستم كامل، وعندها بيج ديتا لكل المواطنين، ديتا سنتر يعني في كل الديتا بتاعه المواطنين، وبقدر اخدم الخدمات الحكوميه للمواطن بطريقه ذكيه. من خلال ايه بقى؟ من خلال بوابه، بنشوف ده عندنا موجود، بوابه مصر رقميه. صحيح. ازاي انا اقدر اخلص كل حاجتي من خلال البوابه دي؟ طيب، وبنشوف كمان من خلال كمان حياه كريمه في المراكز والنجوع وكذا، اني بعمل مركز تكنولوجي. المركز التكنولوجي ده بيقدر يخدم المواطن، بعمل لا مركزية. بقدر اعمل لا مركزية، خلاص انا مش محتاج انزل بقى لمثلا الصعيد مثلا، كان اسيوط هاب للصعيد مثلا يعني، لا ده انا خلاص في كل مكان انا موجود فيه بقدر اخلص حاجتي. ده حضرتك قصدك ان في داتا الكترونية دلوقتي بقت متوفرة لكل سكان مصر، موجودة على الانترنت، نقدر نعملها من خلالها حاجات كتير جدا. انا كونت المواطن المصري خلاص، وكمان انا كحكومة كخدمات انا بقدمها للمواطن بقدر اعملها من خلال البوابات الذكية دي. حلو. ومن خلال مراكز خدمة المواطن. لو هفترض، لان انا مثلا مش كل الناس قادرة انها تقدر تخش على الانترنت. صحيح. وتعمل اكشن. الناس الكبيرة، الناس اللي ما تعرفش تستخدم ده، لا، فانا عندي كمان خدمة مواطن ذكية. وبشوف اني اغلبية حاجات كتير جدا بعملها مثلا من خلال البريد المصري اللي هو موجود في كل حتة في ربوع الدولة المصرية. فده كده انا عملت تحول رقمي للحكومة، ودي بنقول عليها بقى الحكومة الذكية. ودايما انا بحب اقول ان الانتقال للعاصمة هو انتقال ذكي، مش انتقال مكاني، وانتقال عشان انا بعمل سيرفيس جديده بطريقه جديده بآلية جديده بتخدم المواطن. حلو. حضرتك قلت انها شق بيكون للدوله وشق بيكون شخصي. شخصي ازاي بقى؟ مش شخصي، انا بتكلم للكيانات، المؤسسات، الشركات، حتى لينا كافراد ازاي نبقى بنشتغل ديجيتال وكذا. طيب، وهرجع بعد ما اقول لك ده هتكلم على المؤتمر بتاع دبي بتاع الحكومات. صحيح. وهنناقش فيه، نعرف الشركات الناشئه المليارية. بصي الاسم، هنتكلم يعني ايه مليارية، هنشرح ونرجع ماشي. طيب، نقول بقى في المؤسسات والشركات الكبيره وكذا، مهم جدا ان الشركه دي تدار من خلال برضه سيستم، ومن خلال اداره ذكيه، من اول ربط الهيومن ريسورسز اللي بتشتغل في المكان، واقدر اشوف ادائهم، اقدر ارصد ادائهم، وهو ده اللي هو ربط الاجر بالانتاج. يعني ده مهم قوي الفتره ديت، ان يبقى عندي ناس بتشتغل بتديني اوتكم فبتاخد انكم، وده مهم قوي قوي. فده برضو من خلال منظومه ذكيه. طيب، وهل ده بس؟ لا، ده انا كمان بسيرف على ازاي انا من خلال ده بفتح اسواق، ازاي لو انا بقدم خدمه سيرفيس او ببيع حاجه اقدر ابيعها من خلال منظومه، من خلال بلاتفورم، واقدر يتم الدفع عندي من خلال الاي بايمنت، الدفع الالكتروني. واخده بالك ازاي مثلا يبقى عندي جوه المؤسسه بتاعتي توقيع الكتروني؟ يعني اللي بيدير الكيان ده مش محتاج يروح المكتب يمضي بوسطه او يمضي ورق او كذا، لا، هو عنده ديجيتال سيجنيتشر، توقيع الكتروني، بيقدر من خلاله بيمضي. يبقى في سرعه في الانجاز وفي الوقت، في الانجاز الوقت، وفي نفس الوقت انا بقدر بسيرف على الكلاينت بتاعي، العميل بتاعي، من خلال شيء ذكي بيقدر من خلاله برضو ياخد السيرفيس او ياخد المنتج ويدفع من خلال الالكترونيك والت او المحفظه الالكترونيه زي ما بنقول. فده التحول الرقمي للمؤسسات. حل. طيب، نرجع بقى لا قبل ما نرجع عندي سؤال بس. قول.